وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا كان ما قيمة 300 مليون ريال من الأرز يرمى في الزبالة، إذا لم يكن هذا كفر النعمة فما هو كفر النعمة؟ إذا لم يكن صرف 17 مليار ريال في التدخين سنوياً، إذا لم يكن هذا كفر النعمة فما هو كفر النعمة؟ إذا لم يكن تبديد الأموال في السفر بالخارج، وإن كثيراً ممن يجمعون المال للسفر للخارج لو أردت منهم أن يتصدقوا للمجاعات وكفالة الأيتام والدعاة ومواجهة التنصير لا تزاورت وجوههم ذات اليمين وذات الشمال. جوعان انت يعني؟ انا جوعان. اذا لم يكن انفاق مليار ونصف مليار على ادوات التجميل والمساحيق والعطورات، فقل لي بربك ما هو كفر النعمة يقابله شح وبخل وإمساك. شو عم تأكل؟ عم بأكل ورق، ما في لا أكل ولا شرب، كل الرزق 9000 ليرة، ما في لا عمل ولا شغل، لو في شغل ما أكلنا هالورق هذا. وين أبوك وأمك؟ أنا أبوي ميت وأمي عايشة، وعندي أخوات بنات 7. مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.